مساء الخيرات، اهلا وسهلا حبايبي فيكم بقناه مطبخ امجاد. اليوم ان شاء الله رح نقدم لكم صلصه البيستو الايطاليه وطريقه تحضيرها الناجحه. طريقه كثير سهله، مكوناتها بسيطه، طعمتها جنان. فالمكونات: الريحان مغسول ومظبوط ومنقعينه 10 دقائق. هلا بقى بدي نشفه. من المكونات الثانيه انا محتاجه لثلاث فصوص بصل او فصين كبار من الثوم، عصره ليمون، جبنة موزاريلا بمقدار 200 جرام مبروشة، تقريبا نص كوب من زيت الزيتون. الشيء الأساسي لإلها الصنوبر، واللي ما متوفر عنده صنوبر ممكن يحط اللوز. فهلأ أول خطوة بدي أعملها، بدي نشف الريحان. لازم نشفه مظبوط بعد ما نغسل. جيب فوطة ناشفة. نشفه مظبوط. هاي بعد ما نشفناه بناخذ فقط العرق الاخضر، ما بناخذ العود، لا ما بدي غير انا الاشياء الخضراء، وبحطها بمحضرة الطعام. تحجزون بهذا الشكل، يعني تقريبا حطوا نص جرزة الريحان لهالكمية للمقادير اللي عم نحطها نحنا. شوف كيف بناخذ بس هذا الراس، بناخذ بعدين دورة يلي على الجوانب. وهلا بعد ما خلصنا الريحان، هلا بقى رح احضر الصنوبر. رح احطه على الغاز وحركه بمقدار دقيقتين لحتى هيك يبتدي معنا يتحمر. وهي هيك بعد ما تحمروا معنا وصاروا جاهزين، بقى من طفي الغاز لحط الصنوبر فوق الريحان. لحضف له للجبنة قالب جبنة موزاريلا او بين 150 وال 200 جرام، نحطهم فوقهم. محتاجة فصين لثلاثة من الثوم، زيت الزيتون بين الربع كوب والنص كوب، واذا لقينا ناشف نضيف له كمان زيتون، زيت زيتون، الليمون، عفوا الليمون بالاخير. هلا بدي احط الملح بمقدار معلقة صغيرة، وهي الملح. وهلا بقى بالمحضرة رح نشغلها ونفرمهم مع بعض. إذا فرمتوهم مثل هيك وحسيتوهم إنه ناشفين، شوفوا كيف بنحط لهم شوية زيت الزيتون ومنضيف. هلا حتى لازم الزيت يكون عليهم يعني كتير ظاهر. حط شوية زيت زيتون واخلطها مرة تانية. وهي صلصة البيستو صارت جاهزة. هلا بقى بتقعد عندكم شهر، ممكن تحطوها بالبراد. لحطها بمطربان واحفظها منيح لحتى نحافظ على لونها الاخضر، او حطوا له عصرة ليمون، ولحتى نحافظ على خضارة وتقدر يعني محتفظة معنا شهر او اكثر، بنغمرها بزيت الزيتون. فهلا رح اسكبها انا واحتفظ بهالكمية. كل ما بدي محتاجتها، وان شاء الله رح نعمل طبخات عليها، كل ما احتجناها بلاقيها جاهزة بالبراد. وهي عصرة الليمونة لحتى تبقى لونها أخضر، محتفظة بهذا اللون الحلو. ورح ضيف بقى زيت الزيتون لحتى يصير مغمور فيها. شوفوا كيف هلأ هيك بقى بهذا الشكل صارت عندي جاهزة. بقدر استعملها بأي وقت بدي اياه، بس المهم أنا أغلقها منيح، أغلقها مظبوط ونحطها بالبراد. وبالتالي صارت جاهزة معنا لكل وصفاتنا المميزة.
تشوفوا طريقتها السهله، ما بتاخذ معكم تحضير ولا 5 دقائق ولا اسهل من هيك، وطعمتها غير شكل. فان شاء الله بتعجبكم صلصه البيتزا الايطاليه، وان شاء الله بنوافيكم بفيديوهات جديده. ولا تنسوا الاشتراك بقناتي مطبخ امجاد، ان شاء الله ليصلكم كل جديد. شكرا للمتابعه حبايبي، الى اللقاء باذن الله تعالى بفيديو جديد. مع السلامه، دمتم سالمين. لا تنسوا السبسكرايب والاشتراك بالقناه.